مساء الخير عليكم. النهاردة اليوم 20، كل سنة وانتو طيبين. 20 من رمضان جرى بسرعة، الأيام الحلوة بتجري. احنا دلوقتي منتظرين مدفع الإفطار، تعالوا أقول لكم هنفطر ايه النهاردة. سمك بربون مقلي وفليه مقلي وكشك بالجمبري، بس انا رش عليه البصل بالنعناع، وهنا كابوريا، ويعني هنا فواكه البحر كذا حاجة، يعني جمبري على جندوفلي على حاجات ياما، والرز الصيادية. احنا بنعمل الرز الصيادية، بنحرق السمكة يعني كتيرة، قصدي بنحرق البصلة جامد. وهنا التمر والنخل الترشي، وهنا بقى طالما بناكله سمك لازم اعمل عصير برتقال ونحط كركديه، تمام. الخروب بقى يعني لسه هعمله النهاردة بالليل ان شاء الله عشان خلص. واقول لكم تفضلوا معانا ورمضان كريم، وإلى اللقاء في إفطار جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي.